يدخل التلميذ إلى فضائه الذي يحتوي على مجموعة من الخدمات التعلمية. يضغط أولاً على الرابط التواصل البيداغوجي عن بعد، فتظهر له مجموعة من المواد التي يدرسها. يضغط على سبيل المثال على مادة علوم الحياة والأرض، ثم على الرابط دروس القسم، فيجد درساً مرسلاً إليه من طرف أستاذ المادة. ينقر على العنوان فيظهر له الملف المرفق، ينزله على جهازه ثم يفتحه للاطلاع على فحواه. للعودة إلى فضائه ينقر على رجوع. أما موارد القسم الرقمية والفروض المنزلية فيمكن للتلميذ استعمالها باتباع نفس مراحل دروس القسم الموضحة في هذا الفيديو.